طمأن حاكم مصر في لبنان رياض سلامي من أن الوضع المالي في لبنان مستقر وسليم، مؤكداً أن المخاوف التي تتم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة. كلام سلامي جاء خلال حفل غداء تكريمي أقيم على شرفه برعاية وحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون في فندق العسكري المركزي في مونرو والعميد الركن الياس الشامي رئيس جهاز إسكان العسكريين المتطوعين. وأمام كبار المصرفيين والاقتصاديين والضباط، أكد سلامي سعي المصرف إلى إيجاد حل لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود ومواصلة التعاون مع الجيش فيما خص قروض الإسكان للعسكريين. كل المعطيات وكل الأرقام بتعاكس الضجة اللي عم نشوفها. مصرف لبنان هدفه الأساسي اللي بحدد له إياه القانون، يعني الاستقرار التسليفي، وهالاستقرار التسليفي أساسه استقرار الليرة اللبنانية، والليرة اللبنانية مستقرة وهي جزء أيضا من تمكين اللبنانيين أنه يقدروا يعيشوا حياة كريمة. من جهته أمل العميد الركن الشامي أن تسفر المفاوضات الجارية مع المصارف بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان إلى اعتماد أرقام مقبولة من الطرفين، مشيرا إلى أن المطلوب في هذه المرحلة ليس تحقيق الأرباح إنما المساعدة على الخروج من المأزق.